أنا قصتي بدأت من أنا صغيرة ويا بن عمي، إنه حسب كلام الأهل فلانة لفلان، وكبرنا وإحنا نسمع هالكلام، وفعلا صارت بيناتنا علاقة حب، وهذا الحب طبعا مو حب عادي، حب جنون. ومن فتحنا الموضوع ويا الأهل وانصدمنا بالكلام الأهل إنه ما موافقين. إحنا هذا الحكي يعني فتحناه، يعني أنا كنت تقريبا 5 إعدادي، هو همتين نفس المرحلة، إحنا نفس العمر يعني صرنا سوية، فعرفنا الموضوع نسيناه، كملنا السادس. أنا نجحت من السادس الإعدادي، هو رسب، فهو قال لي لا تقدمين على الجامعة لحد ما أني أنجح. علاقتنا بقت، وفعلا أنا ما داومت وأجلت السنة، والسنة اللي بعدها هم هو رسب، وهم أهله بعدهم مصرين على رأيهم بالرفض، وأهلي همين يعني، لأنه وضعهم هم يعني وضعهم هم شوية ماديا أقل من يمنا، فمن هاي أهلي ما قابلين، وهم ذولا كيحجون يقولون لا مو ذولا يعني راح يشوفون نفسهم علينا، وإحنا كل إحنا ولد عم. بس هي هاي المشكلة اللي هي هو هذا السبب. كان مشكلة مجتمعنا رغم كل هاي التطورات، ورغم ما وصلنا إليه، ورغم كل الآثار، يعني آثار التربيات الخاطئة في الأجيال المتعاقبة، تبقى أمور تتوارث كأنما من عائلة لعائلة، تسبب مشاكل. واحدة من هاي الأمور أنه اتفاق العائلتين، سواء أخوة أو أخوات أو أولاد عم، أنه أولادنا يزوجونهم أولادكم، أولادكم وهكذا، يعني كأنما يحجز هذا الشخص للمستقبل، والمستقبل بعلم الغيب ما حد يقدر يعرف شنو شضام منه، شنو اللي بيه، منو راح يكون صالح لهاي البنت أو لا، هي راح تكون صالحة أو لا، حياتهم راح تكون مستقرة وسعيدة أو لا، ما حد يفكر بهالطريقة، يفكرون بمرحلة آنية. أنا محبة بأختي أو محبة بأخوية أريد أزوج بنتي الابنة أو بالعكس، فهذه بعدين تنعكس آثارها. يعني إذا حدثوا أنه ارتبطوا يعني البنت والولد هذول الأقارب، راح تتولد مشاكل، أنه الاثنين جايين من تأثير العائلة، يعني تزوجوا بمشورة العائلة بدون قرار من عندهم، يعني حتى لو أنه وصلوا لمرحلة معينة وممكن الأهل يقولوا لهم أنه فلان تقدم لك، ممكن يفكر، ممكن يراجع نفسه، لكن هو جاي ومهيئ أنه يتزوج هذا الطرف، كأنه أمر واقع، ماكو خيار أنه يراجع نفسه، فيتصور أنه هو هذا الطبيعي. بعدين راح يصطدم بأمور كثيرة، اختلاف بالأفكار، اختلاف بالطباع، ويمكن يقول أني أتعامل وياه كأقارب عادي، يعني علاقة سطحية، المجاملات العادية، لكن لما يجي وتعيش وياه كأنه جزء من عندك وجزء من حياتك، هو يأثر على قراراتك وأنت تأثر على قراراته، فها ما راح يكون هناك تقبل، راح يصير صدام بيناتهم، فبنسبة كبيرة راح زواجهم يفشل. زواج الأقارب عندنا احنا بالبداية بين الابن العم وبنت العمة، ابنة العم، هذا الشيء متنشأ انت من البداية بعقل الأطفال، راح يكبر عندهم، وشخصيات الإنسان، سلوكيات الفردية تتغير بمرور الزمن. يعني احنا عندنا مثلا فترة المراهقة للبنية تبدأ مبكرة من ال 11 إلى 14، والمتوسطة من ال 15 إلى 18، والمتأخرة من ال 18 إلى 21، لحين سن البلوغ. زين أنا اليوم نجيب شخص من الطفولة أقول له أنت لفلان وهذا إلك، هذا راح يبقى يراقب كل تصرفاته، يتخيل هذا الشخص ملك إليه، بس متمشي السنين راح العقول راح تختلف عند الجانبين، ممكن اليوم يثير اهتمامك ما يثير اهتمامك أو العكس. فأنا أشوف أنه هاي العادة جدا خاطئة بمجتمعنا، ومع الأسف موجودة، وإذا نريد نرجع بالزمن نشوف أنه هو العشائرية كانت تطرح علينا هواي، هسه إحنا حرام هالمرجعية، حرمت هذا الشيء، والحمد لله خلينا نقول المجتمع شوية خلص منها. فأنا قلت ما أنتظر يعني بعد، بالسنة الثانية قدمت على الكلية وانقبلت، ولين معدلي عالي وشاطرة وهذه، وتركت موضوع ابن عمي وأهله، بس هو ما تركني، وظل يجي للكلية ويهددني إلا ترجعين لأهلك. يعني مو أنا شنو
من قدمت الكلية رحت بمحافظة ثانية داومت هناك، فهو كان شنو ضايج لأنه ما يقدر يشوفني وأنا صرت بعيدة، فيهددني أنه ترجعين لأهلك هناك وبعد تبطلين ما تداومين، وأني ما جاي أداوم، وأنا مو قلت لك أنه أنت ما تداومين، فأني ظل يضايقني كل فترة يجي وما قايل لأهلي، وأنا قاعدة بالأقسام وخفت على نفسي. فأني رحت للعميد مال الكلية وقدمت شكوى وقلت له هذا شخص واحد يهددني، فهم وصفوا هو يدخل الكلية يعني ما يجيني من آني بال يعني ما يتسكن، وهذه ما عدنا بيناتنا لقاء وهذا، بس هو اتصال بس، ما فجأة أشوفه طاب بالستر ويحكي، فظلوا ما يدخلوا للجامعة. احنا اليوم إذا نجي لموضوع الجامعات، الجامعات أمنها مرتبط بوزارة الداخلية ووزارة التعليم ومسيطرين عليها حتى الأقسام الداخلية. هسه ننظر بكل المحافظات نشوف نسبة الأمن، الحمد لله ما نقول متحققة 100%، 99%. وبنفس الوقت هو من داخل الجامعة مستغل صفة القرابة بيناتهم، هو ابن عمها صح لو لا؟ وبنفس الوقت اليوم من جاي إلها عنده تعلق بيها وحب إلها، ونشوف المشاكل يعني صايرة بيناتهم انه هي متعلقه بيه هو متعلق بيها. هذا التعلق احنا نسميه التعلق المرضي، بعيدا عن المشاكل الجامعيه وش دا يصير كوارث بالكليات، مو مجرد انه مساله بسيطه، كوارث دا يصير عندنا الزواج السري بالجامعات، دا تصير عندنا قصص الحب تصير بيها مشاكل وفضائح على مستوى الابتزاز الالكتروني. بس بنفس الوقت احنا عندنا بهاي الحاله عندنا تعلق مرضي راح نشكل عليها بالجانب الاخر. هي المساله شوف الاهل من قرروا والاطفال كانوا صغار ما فكروا بالمستقبل ايش راح يكون، ما حد ضامن المستقبل. فبعدين من صار هذا حسوا انه اكو فد فارق مادي اجتماعي اقتصادي بيناتهم، فالاهل ما حبوا ترتبط بالولد، وبالمقابل الاهل ايضا ما كانوا يحسون كنوع من كأنه ما يشبهونهم، كأنهم متكبرين، كأنه أكو فد هو بيناتهم. يعني هم حكموا بالبداية حكموا بناء على علاقتهم راح تكون علاقة البنت والولد، وبالمستقبل بعد ما كبروا وتغذت هاي الفكرة بداخلهم حسوا أنه ما مناسبين كعائلتين، ما حد مناسب للثاني، فهي انعكست على البنت والولد. العفو. المسألة الثانية أنه كانوا بعمر صغير يعني بعمر 17 ويفكر بالزواج وبعد طالب، وهي نفس الحالة مواصل مرحلة من النضج أنه يتحملون المسؤولية، هذا جزء من الموروث اللي ورثوه لهم أهلهم، أنه بعد ما كانوا صغار أنه ما يهم بأي عمر، ما يهم مهما يكون ظرفك أنت فلان الفلانة، وهاي هي اللي وصلت الولد والبنت إلى هاي الحالة من الرغبة بالانتقام، الإحساس بالفشل، الإحساس بأنه أنا الأمل اللي عشت عليه عمره كله بلحظة ممكن أحس هذا الشخص ما يكون إلي مثل ما كانوا أهلي يحاولون يعودوني من أنا صغيرة، يعني ما حاولت تتقبل هذا الموضوع، وبالمقابل هو تقبل لكن استغل مشاعرها، حس إنه هي بقت الدنيا متغيرة ونفوس الأشخاص متغيرين. إحنا اليوم موجودين بهذا الزمن، بعد 10 سنين الزمن راح يتغير، فأنا ما أنطي وعد منذ قرابة عامين أو 3 أعوام أو عقد كامل إنه فلان لفلانة، هذا الشيء خطأ. مثل ما نشوف إحنا اليوم تقولين الأهل تغيروا، ممكن اليوم الأب يبحث عن مصلحة بنته، الأم تبحث عن مصلحة ابنها لشيء يناسبه جيد إله. يا المشكلة لو كانت علاقتهم قائمة على أساس صحيح ومحبة حقيقية كان بالعكس يشجعها على النجاح وتستمر، انه نجاحها هو نجاح لها، وبالعكس هو ما قدر يستمر بالدراسة وراد انه هي ايضا ما تستمر، شنو الغاية من كل هذا؟ انه حتى ما يحس انه اضافة الى الفارق المادي بيناتهم انه راح تكون شهادتها اعلى منه، بهالحالة راح تزيد اللي هو بيناتهم اكثر وما راح يرتبط بها. بالمقابل هي ايضا من باب المحبة استجابت له، لكن مرور الوقت بين انه مو المحبه اللي كانت تربطهم، اصبحت كانه عقده، كانه عناد من عندها انه تعاند اهلها انه انا لازم ازوج هذا الشخص اللي انتم اختاريتوه الي بصغري،
بالمقابل هو ايضا يحاول انه ليش بعد ما املتوني كان من انا صغير وهي املتوها وهسه تبدون تسحبون نفسكم، فكانما يعاند، هي تعاند اهلها وهو يعاند اهله واهلها، هو يحاول ينتقم هي تحاول تتمرد من عائلتها. فهاي يعني صارت بيناتهم هذا الاحساس هو اللي يجمع بيناتهم، مو المحبه. والا اللي يحب واحد يحب يشوفه ناجح، يحب يشوفه بوضع احسن، يتمنى له الخير، مو واحد كل واحد يمارس انانيته على الثاني، هي هاي المشكله. فوصلنا الى ما وصلنا الى بانه الطرفين يعني ما وصلوا الى ما كانوا يتمنونه من هم صغار انه يرتبطون بعد كل هذا اللي صار. يعني لازم تكون اولا توصل مرحله من النضج حتى من تختار تختار صح. هي مو انه لازم تكون عندها علاقات هوايه حتى تقدر تختار، هذا مو صحيح ابدا. شنو اللي يضمن انه علاقاتها هاي ما راح تسبب لها مآسي ومشاكل وتاثر على سمعتها، تاثر على نفسيتها مثل ما قاعد يصير للبنت هنا. لازم الانسان يكون حذر، يحاول اولا يرجع لتربيته، اذا كانت تربيه صحيحه يحاول قدر الامكان انه تكون هي هاي السلاح. ثانيا ان يحاول يسلح نفسه بالمعرفه، انه يكون انسان ناضج يعرف يختار، يعرف يتعامل، يعرف يحكم على الناس. اما انه تدخل بتجارب متعدده حتى جائز بالمقابل توصل الى الشخص المناسب، هذا ابدا مو صحيح. يعني واحده من الاثنين، يا ام ليش امهاتنا شلون قبل ما كان عندهم الاختيار، الاهل هم كانوا يختاروا لهم، بس كانت الظروف تسمح انه يتعايشون، انه المراه والرجل كل واحد يستسلم لهذا القرار، انه خلص انا صرت هذا الرجل صار زوجي فلازم اني اتعايش ويا هذا الامر، ويربون الاولاد على هذا الاساس وتمشي الامور. هسه الوضع اختلف، هسه مجتمعنا صار منفتح اكثر، وسائل التواصل الاجتماعي غزت كل حياتنا، فصار صعب انه نقدر نسيطر على الشباب بهاي المرحله، مرحله الاختيار، مرحلة يحس أنه لازم يكون مرغوب من الجنس الآخر. فهذه هاي مسؤولية الأهل، الأهل لازم يكونون يربون بطريقة صحيحة، لازم ما يفرضون أشياء مستقبلية على الأولاد، ما يحاولون يبينون لهم أنه هم أشياء مو بشر، يعني يحسون لازم يتعاملونك أنه إنسان إلى اختياراته، إلى قراراته، إلى مشاعره، فيحترمون كل هاي الأمور ويربوه بطريقة صحيحة بحيث يقدر بالمستقبل لما بعد الأهل ما مثل ما يقولون كل واحد يروح الطريقة، راح هو يكون وحده يواجه الحياة، فلازم يكون متهيئ تهيئ كامل أنه يختار بشكل صحيح، وحتى لو اختار بشكل خاطئ يقدر يتحمل نتائج هذا الاختيار. فأنا يعني بعد هاي كملت المرحلة الأولى، الثانية أنا أريد يعني شلون مفكرة أنه راح هو يبقى عايش منتظر وما يتزوج غيري وللموت، وهذا حكينا هاي بالمرحلة الأولى. والثانية ماكو تواصل بيناتنا، بس إنه أنا أدري بيه إنه هو ما راح يتزوج ولا أني أقبل الزواج حتى لو أحد يتقدم لي ويتقدم له الأشخاص، يعني الأهل يجون أو بالكلية أنا أرفض. بس أنا بالمرحلة الثالثة سمعت خبر إنه هو خاطب، بنفس الوقت أني تقدموا لي 2 أشخاص، واحد من الكلية واحد يعني عن طريق أهلي. فأنا ايش قلت خلي أسويها وحدة بوحدة، زين مثل ما هو يعني خطب، فأنا قلت همتين أحرق قلبه وهمين يعني أقبل واحد من اللي إجوني. فقبلت واحد اللي هو عن طريق أهلي مو وياي بالكلية، لأن قلت هو ثقة أكثر، وهاي هو شو من يعرف انه اني انخطبت، شاد اتصل وظل يبكي ومتندم ويقول لي اني ما اقدر افسخ الخطوبه لانه ذولي اهلها مخلين مهر يعني غالي، وانت تعرفين اني وضعي المادي ما اقدر، فاني ما اقدر هسه افسخ العقد واحنا سوينا عقد. قلت له ايش دعوه، استعجلت وسويت عقد محكمه وسويت كل شيء. يقول اني ما اقدر بعد، واني شلون وانت يعني همين يعني راح تتزوجين وتعوفين وما ادري شنو. انا الصراحه هو شوي لعب بعقلي هنا، فيعني بقيت انا مخطوبه، بس انا شلون
رزلته هواي، ما قبلت بحكيه وصديته. الأسباب تحكم للمحكمة إنه الإنسانة تأخذ نصف المهر إذا كانت مثلاً خيانة زوجية من قبل الزوج واثبتوا ذلك. إذا كان عدم دعوة الزوجة للزفاف خلال مدة سنتين، عدم الإنفاق عليها. وبنفس الوقت إحنا عندنا أنواع من التفريق، عندنا التفريق للضرر بسبب إدمان مسكرات كحولية، تعاطي المخدرات، بسبب عقوبة مقيدة للحرية، هذا جانب. عندنا التفريق للشقاق، هذا التفريق للشقاق يكون بين الزوج وزوجته، وهنا المحكمة تحكم أما بإسقاط المهرين أو ردهما بالتساوي أو تعيين. نرجع للمادة 41 من قانون الأحوال الشخصية، إذا كان تفريق بين الزوجة والزوجة. إيش تقصد بين الزوج والزوجة؟ بين الزوج والزوجة قبل الدخول. قبل الدخول هنا المحكمة تعيين أحد الأقارب يكون حكم بيناتهم من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، وإذا تعذر حضوره تعين من المحكمة خبير الحل هذا النزاعات اللي بيناتهم. الأهل ما يهيئون الأبناء الحياة أخرى مثلا، ما يربونها بطريقة صحيحة. شو هسه أول ما فكروا أنه أنت تتزوجين فلان، فبقت هاي بذهنها حتى من وصلت لمرحلة الجامعة، أثرت عليها سلبا بحيث بدل هذا الشخص يطاردها يحاول يفرض عليها أنه ليش كملت دراسة، ليش ابتعدت عن أهلك، فإنه كان يريد تبقى تحت سيطرته. وهي لو كانت يعني فعلا تحبه ما كان وصلتها إلى مرحلة الشكوى تشتكي، يتعرف أنه من باب المحبة مثلا، على فرض إحنا نتحكم يعني نحكم على الظاهر أنه هي تحبه ويحبها ويردون يرتبطون. يعني هي من شافت أنه يجي ويحاول يفرض عليها أنه ما تكمل أو ترجع للبيت أهلها، لأن على اعتبار هي ما مثل ما ذكرت أنه في محافظة أخرى جامعتها، هي بالمقابل تشتكي عند العمادة، فهم يصير ردة فعل بالمقابل. يعني تطورت المسألة بعد ما كانت محبة صارت عناد، صارت انتقام، صارت كأنما رغبة بالإيذاء، لأن هي أساس علاقتهم ما كانت صحيحة. فلذلك الجامعة يعني أتصور أنه وصلت إلى مرحلة يعني اللي هي قاعدة نشوفها سب مجتمعنا، كل المشاكل تنتقل للجامعة، كل الأسرار تنتقل للعلاقات بين الزملاء والزميلات، مشاكل كثيرة أنه صار كأنه صفحة مفتوحة، حياتك بالبيت مفتوحة على الجميع، بالجامعة نفس الحالة. لازم نعرف أنه كل مكان إلى قدسية، البيت إلى قدسية، لازم تحترم أسراره وتحترم خصوصيات الناس اللي بيه. بالمقابل الجامعة أيضا تكون لها خصوصية، أنت جاي حتى تتعلم، حتى توصل مرحلة من العلم وتحصل مثل ما يقول شهادة أعلى. فلازم أخلي ببالي هذا الشيء، أحاول ما أمزج علاقاتي الشخصية وأحاول أدخلها بدراستي، أو بالعكس أنقل مشاكلي الجامعية وعلاقاتي بزملائي وزميلاتي للعلاقات الشخصية. المسألة الأخرى، هم كانوا في عمر يعني مثل ما يقول عمر مراهقة، حتى لو هم مدام تحت السن اللي نسميه قانونا سن الرشد اللي هو 18، فبدت علاقتهم تتوتر أكثر، لأنه بدأوا مثل ما يقولون ماخذين تراكمات الماضي ويتصرفون بها. ما حد وصل إلى السن، رغم ما وصلت المرحلة الجامعية ما وصلت المرحلة من النضج أنه تراجع نفسها، أنه خلص مدام هذا قرار أهلي ممكن بالمستقبل نكبر وننضج وكل واحد يختار الآخر بإرادته، أو يجوز أكبر أني وأغير رأيي أختار شخص آخر يعني يناسب تفكيري. يوم جتني حالة المكتب لزمتها زميلتي عذراء أن الزوج ساكن سويسرا، المهر المؤجل مالته 60 مليون، والمهر المعجل 40 مليون. صار هم سنتين مخطوبين وعقد صحيح وعقد شرعي، والزوجة بالعراق. خلال هالسنتين ما قدر أنه يلم شملها ويسحبها يمه بسويسرا. هنا بالقانون العراقي من حق الزوجة ترفع دعوة بالمحكمة خلال سنتين لعدم دعوتها للزواج أنه تتفرق عنه. هي راح طلبت الطلاق بالمحكمة، الزوجة هنا واجب عليها يذللها نص المهرين، الغايب والحاضر، لعدنا احنا 60 ب40، نصفهم 50 مليون حسب قانون المادة الأحوال الشخصية المادة 21
للزوجة حق نصف المهرين إذا كان الطلاق قبل الدخول. فبعدين لعب الشيطان بعقلي، قلت لا خطية، ودا أقول له شيطان ليش؟ لأنه الصراحة يعني أنا سويت فعل مو حلو، بديت أتخلص من هذا خطيبي، وهذا خطيبي خوش ولد وزين، بس أنا ما مختبرته وأعرفه يعني شنو تفاصيل حياته أو في شيء، ما أعرف كل شيء عنه لو عن طريق الأهل. تعرفين إن هذا زواج التقليد مو مثل الحب وتعرفينه وتعاشري. فأنا انطيت رقم صديقتي وقلت لها نصب عليه، وهذا فعل شيطاني أدري بي، وأني يعني غلطت بي، بس ردت إنه أسوي حجة على مود نفسخ الخطوبة. هي ما قصرت إني أتونست كم يوم سولفت وحجت من رشنا، فأني يعني ظليت وها وتتصل بي بالليل وما تشوفها تسوي، يعني رتبناها بيناتنا، قلت لها أنت شنو تخوني وشنو ما أدري شنو، هو ما يقدر ينكر أي شيء لأن هي البنية جرته. المهم أنا فسخت الخطوبة، بس أنا كانت همتي مثل ما هو ابن عمي سوى عقد، يعني سوى بالشيخ عقد شيخ وعقد محكمة، أنا مسوي همتي عقد شيخ وعقد محكمة. فانفسخنا وقالوا انه لازم ينطيك نص المهر وهيك شيء، وهاي قضيه وهاي ما ادري شنو، يعني صارت جر وعار الله. ما تخيلت هيك شيء، بس هو حقي، فهو الولد يعني من البدايه قال ما انطي واني ما افصخ وهاي زوجتي، واذا عرفت شيء واذا شافت شيء واحنا بعدنا، وانا وعدتها بعد الزواج ما اسوي شيء. اللي يريد يستطيع. احنا هسه بعيدا عن المهور، هو إذا كان واغب بتعمه بصورة حقيقية كان خفي تمام، بس هي هنا عندها تعلق مرضي بابن عمها، مدى تشوف غيره، والتعلق المرضي هو اضطراب حسن حسب علم النفس. بس شنو جوانبه؟ هو عدم الاحتواء والاهتمام من قبل الأهل بالطفولة، فهذا ينشأ اليوم أنا ارتبط بشخص حياتي تتمحور حول هذا الشخص بكل جوانبه وأنسى نفسي، بسبب عدم الثقة بالنفس، عدم الشعور بالحب، عدم الشعور بالمسؤولية، صعوبة باتخاذ القرارات. وهذا التعلق موجود، احنا اليوم اذا طلعين على تقارير الاطباء النفسيين راح تشوفينه وتشاهدين هواي منه. وبنفس الوقت هي استغلت جانب الزوج الحسن، كانت مرتبطة بيه بالخطوبة، كانت عندها حسن نية بالعقد وياها، وانه الزوج متمسك بيها، دفعت عليها صديقتها في سبيل تتحصن منه المهر. هنا بالمجتمع حالات كثيرة نشوفها، وحتى هي أذت نفسها، يعني لما ارتبطت بشخص عنادا بالشخص اللي تخلى عنها وراح ارتبط بامرأة أخرى، بالمقابل هذا ما له ذنب، يعني حسب ما قالت عنه أنه شخص زين طيب يعني يحبها، فما قدرت تتعايش، بقت مسيطرة عليها فكرة أنه ليش فلان بعد، يعني رغم أنه هي ردت فعل، مثل ردت فعل الولد اتجاه البنت لأنه أهلها يعني رفضوا، بالمقابل هي يعني مثل ما يقولون حاولت بكل طريقة تخرج من سيطرة هاي المشاعر. وإحنا مشكلة المرأة تتعامل دائما بمشاعرها، حبا وكرها وانتقاما وبغضا وكل من كل السلبيات وكل المشاعر تتعامل وفق هاي المشاعر، ما تحاول تحكم عقلها، ما تحاول ترجع للعائلة إنه الأكثر من عتها خبرة، وأكيد العائلة تحب البنت مثلا وتحاول مثلا تساعدها في أن توصل إلى قرار، لكن هي كانت دائما يعني تتصرف بناء على رد فعل، هو يتصرف وهي تسوي رد فعل، يعني أذت هذا الرجل اللي ما كان إلى أي ذنب، راد يرتبط بها كامرأة وزوجة، لكن هي بالمقابل لجأت إلى هذه الحيلة اللي أذتها بها، يعني حتى تعاملت وياه بأنانية مثل ما ذاك الشخص يتعامل وياها بأنانية، هي أيضا حاولت هو ينتقم منها بطريقة وهي تنتقم منها بطريقة أخرى، فانتقمت من هذا الرجل اللي ما إلى أي ذنب أنه خلت صديقتها مثل ما وضحت صديقتها تحاول تستدرجه بعلاقة وحتى تكشفه حتى تطلب الطلاق، يعني ليش؟ حتى تأخذ حقوقها، لأنه إذا هي طلبت الفسخ ما تحصل على شيء، لكن إذا كان هو السبب أو ضغطت عليه أو يحاول قدر الإمكان أن يخلص المشكلة راح ينطيها مستحقاته، وهذا اللي صار أنه أخذت مستحقاته وما تعظت من هذه التجربة.
أنا ما يعني ردت بس أخلص منه، ظليت مصرة إنه أني أفسخ الخطوبة. فسخت الخطوبة وخلوا محامي أهلي وأخذين يعني نص المهر، بس طانا يا كامل هو الولد، يعني كانت هي 5 ومخلين 10. وأني قبلت بهذا وما أريد غيره، ويعني ما حتى أني الذهب ما أدري شنو، هو قال لي أخذيهن إلك هذني وهاي الخمسة، وخرجنا بالمعروف وما صار أي شيء. من فسخت أني يعني كنت ظني إنه هو راح يسوي مثلي، فخابرته وقلت له أني هيك سويت وهاي وتمو، أنا أدري بيك، قلت ما تقدر بس أقدر أساعدك، أني صار عندي فلوس، هيك فكرت إنه أساعده وهاي. فهو للأسف ما قبل إنه أني يعني هو يفسخ أو أنطي فلوس، وظلي شمت بيه، يعني خلاني موقف كلش يعني حقير. وقلت له تبينت على حقيقتك، وأنا شوف سويت، وأنا بنية وأنت رجالك وش ما سويت، وشنو قالوا عليك مهر غالي، شو أنا هذا صارت محاكم مدري شنو، وطيت نص المهر مو كله ترى، هيك الإجراءات وهيك. قال لي لا أنا لا أفسخ ولا هذه. للمرحلة الرابعة هو تزوج، وأنا ظليت أحرق دمي أنا بالمرحلة الرابعة. فايش يقولوا لي اهلي صديقاتي يعني اخواتي، انت لازم تتزوجين، لازم تحركين قلبه، لازم واحد يتقدم لك، هاي لازم لازم. ظليت انه اريد اي احد اوكي اقبل بي، بس هيك احرق قلبه انه اني راح اتزوج. فجيت قدم ولد، والولد كان اسلوبه زين ويعني تمام، مو ذاك انا اقول لك مو الصفات اللي انا اريتها، بس اسلوبه زين. بس هو شنو عشمني هذا الولد، احنا نسافر اول من نتزوج نسافر، وانا خليش على راحتك، واذا تريدين بعد الكليه تتعينين انا ما عندي مشكله، تريدين تشتغلين الحكي حلو. بس بالفعل ما صار هذا كله، تزوجت اني شهر واحد. هذا الشهر شقلش تعرضت لإهانات، تعرضت ضرب. ليش؟ لأن أنا ما خليته يعني يمس شعراية مني، يعني حرمته مني لأنه ما قدرت أنطي نفسي إليه، يعني كل بالي أنا بهيج موقف كنت أتخيل ابن عمي، وهاي خيانة حسه وحرام. والله بالمجتمع العراقي إحنا اليوم دا نشوف هواي حالات، إنه ممكن إذا قال إنه امتنعت عن الدخول بيها راح يقولون عاجز، وهنا راح تصير نقطة على الزوج. لأن دائما احنا نقول البنية تنستر بمجتمعنا، فحلها انه يتفرق بيناتهم، كل واحد يروح لحال طريقه افضل له خوفا على سمعته. اما اذا تجي لها انت شرعا وقانونا حرام، اليوم انت متزوجين بعقد صحيح، من واجبك تمكنين زوجك على الدخول. اكو تراكمات لا زالت تحكمنا، اكو فرق بين اكو اصول يعني يقوم عليها مجتمعنا، هاي نحافظ عليها في كل زمن، مستحيل يعني اذا نغيرها كانما احنا جاي نهدم مجتمعنا. لكن اكو تراكمات سلبيه مع الاسف بقوا يتوارثونها، هاي شغله انه العائله تقرر للبنت وللولد زوج المستقبل، فلذلك صار عندهم كانما اصبحت قالت هذا الرجل الي، وكانه اذا ما صارت بيناتهم قسمه تحس كأنه واحد أخذ حقها، كأنه استحوذ على شيء ملكها. فلذلك وبالمقابل هو نفس الحالة، يعني من حس أنه راح تبدي حياة جديدة بعيد عنه، رغم أنه هو اختار حياته، من حس أنه هي بدأت تختار زوج آخر، فحاول يستغل هذه المشاعر أنه هي تحبه ومتأملة من عنده أنه يرتبطون وكذا، فحاول يضغط عليها بطريقة عن طريق هاي المشاعر. هي بالمقابل تحس كأنه فعلا حتى إحساس داخلها هاي العقدة متملكة منها، أنه أنا لا أنا ما أنجح ويا أي شخص بس ويا هذا الشخص، رغم كل هاي التجارب اللي مرت بها بقت متمسكة بهذا التفكير، هاي العقدة اللي بقت بداخلها. ورغم ذلك أيضا فشلت مو بتأثيرها هو، هي من ساقل هذا التفكير، أنه هي بداخلها تحس انه خلص ماكو عندي غير طريق، لو هذا الشخص لو ماكو يعني ما تقدر تشوف ملامح حياتها بعيدا عن هذا الشخص. يعني حسب ما هي تحكي انه حتى بعد هاي التجربه بقت تتواصل وياه او تتابعه او تراقبه من حسابات اخرى. يعني هذا انا اعتبره مرض اجتماعي مو مرض نفسي، لانه هاي العقده بداخلها ترسخت. شنو علاجي؟
والله هي علاجها اولا هي لازم تراجع نفسها، هي وصلت مرحله يعني من العلم مثل ما يقولون هسه عندها وظيفه، فلازم تراجع نفسها، يعني بعد الاهل ما يقدرون يسوي لها شيء ولا يقدرون ياثرون عليها، لازم هي تراجع نفسها وتحاول تبني حياتها من جديد، تحس انه الحياه مو ما تنظر لها بهاي النظره الضيقه، انه لو هذا الشخص كانه هو بس هو هذا الشخص بالعالم كله. هي جربت وكان ممكن تعيش حياه سعيده ويا الاول ويا الثاني، لكن بقت هاي العقده، هي من ايتها بقت هاي العقده مسيطره عليها. فهي لو بس تراجع عن هاي المساله تحاول تمحي من ذاكرتها، ومثل ما هي قالت اهلها يحاولون يساعدونها، لان يجوز هو جزء من احساسهم بالذنب. ف اللي صار هو الولد شهر كامل حتى ظل يضربني، ولانه اني ما اقبل انه يتقرب مني ولا يسوي اي شيء، صارت مشاكل، تغير اسلوبه واسلوب اهله وياي لان عرفوا بالموضوع، فصارت شبه فضيحه بهذا الشيء، انه هي البنيه ما تريده، هي البنيه مخبله، هي البنيه بيها جني، هي كل شيء حكوا عني. اهلي يدرون طبعا بهذا الشيء، بس ما يدرون اني ليش ما خليت الولد يعني ياخذ حقه واعيش وياه. قالوا هاي يمكن تأذت نفسيا، يمكن تعبت تمرضت، يعني أهلي كانوا وياي. يعني لما شخص مثلا أحتاجه بموقف معين أحس أنه يوقف وياي ويوصلني لمرحلة الأمان، زين مو أنه يحاول يكسر بي ويحاول يفشلني أنه لازم ترسبين بالسنة الفلانية، لازم تفسخين الخطوبة، لازم تفسخين عقد الزواج، أو هي بالمقابل هم تطلب من عنده هذا الشيء. يعني المفروض هي ما تطلب منه، هو من اختار من ارتبط بامراه اخرى، اذا هو اختار، لازم هي من هاي المرحله تحس انه لازم هي تراجع نفسها، انه ما دام هو اختار امراه اخرى فاني ليش ابقى من فشل الى فشل. شهر اني وطلقت من الولد، و طلاقي هم صار صعوب وما قبل، ويعني هو ما قبل، قال قنعوها روح عالجوها، ودوها للشيوخ والسادة، ودوها زيارة، ودوها مدري شنو، عالجوها وجيبوا لي اياها. احنا كل شيء ما سوينا هيك شيء، لان انا من رحت لاهلي يعني كنت زينة وماكو اي مشكلة عندي، وهاي كل هالهوسة اللي كنت اعاني هناك ارتاحت عند اهلي، فعرفوا انه هي المشكلة مو بالهذا اللي قال عليه، يعني انه انا ما اريده هذا وهذا غلط، هو سبب مين ما انا قبلت عليه. فهم صروا على الطلاق، وانا همتين قلت له لازم اطلق، طلعت مخوش وتضربت وهنت وما ادري شنو. فش اسمه همتين رحت نفس هذا رحت نفس المحامي اللي خليته انا بالبدايه فسخ العقد، قال لي ها شنو عندك هسه؟ قلت له والله ما تنطلق. قال يعني ما يصير تدخليني في شتتي، طلعت من التجربه وطلع يحكي وياي يعني والله نصائحها كلش حلوه على راسي، بس انا ما قدرت. قلت له انا احب ابن عمي وبعدني ما طالعه من هذا الحب، فانا جاي اسوي الشيء عناد، بس من صارت صدق انا ما قدرت. هماتين وكلته، هو مشى بيها ويعني حلال اياها. فقد ما تطول قلت له خلي تطول، انا ما عندي مشكله، ونطي اتعابه هاي وخصت. بس هالمره هاي صار المؤخر، يعني ما ادري يعني مو راسا يطانيه، صار مثل الدفعات وصار الطلاق. احنا الحقوق هنا للزوجه اذا نرجع بيها، ان الزواج صاير بدون دخول، هنا حاله حال الخاطبه المخطوبه، ويقدر انه يعرضها تقيم دعوة تنعرض للقضاء وينظرون بيها تقرير طبي أنه ما زال غشاء البكارة في نفس وضعه، هنا ممكن تسقط حقوقها إذا ما مكنتها من نفسها، باعتبارها أنه ما مكن زوجها بالدخول بيها. ونقدر نراجع أنه شنو السبب اللي كان متمكنة من نفسها، سبب نفسي سبب جسدي، لازم تطلع عليها المحكمة، وهنا الحقوق تستحقها نصف المهرين كأنما قبل الدخول، ما تستحق شيء لأن ماكو دخول بالموضوع، الآثاث من ضمن المهر المعجل تستحقه بس نصفا. إحنا مشكلتنا أنه الاختيار الخاطئ، الأهل ما يهتمون بمستقبل الأبناء، يعني يحاول يخليه تحت سيطرته ينفذ كل رغباته، لما يكبر يشوف هو عنده ميول أخرى،
توجهات أخرى، اختيارات تختلف عن ما اختار للأهل. فوحدة من الاثنين، يا أما يستمر ويكون إنسان فاشل ومن تجربة فاشلة إلى أخرى، أو يحاول يراجع نفسه ويعيد توازنه ويحاول يختار يعيش الواقع مثل ما هو، إنه أنا أريد أعيش، يعني لو أبقى عايش بهاي المآسي ومن تجربة إلى أخرى فاشلة، وبالمقابل أيضا أأذي أهلي وما حصل شيء من المقابل، فليش ما راجع نفسي وحاول أختار صح؟ سهي مرت بتجربتين كان ممكن واحدة معتهم تكون ناجحة على الأقل، لكن هي اللي وصلت نفسها إلى هذه المرحلة، فبإمكانها الآن، بإمكانها أن تعيد. ممكن، ليش لا، ليش لا، هي شابة وياما وياما أكو يصل مرحلة الزواج والطلاق والمرة ومرتين، ولكن بالنهاية يختارون صح. لكن بالأساس يا مدام من البداية ما كان عندها اختيار، كانت تمشي ويا اختيار وراء اختيار أهلها، وبقت متمسكة رغم تراجع أهلها عن هذه القناعة، بقت متمسكة، يعني هي مكنت هاي العقدة من عندها، يعني دا تشوفوا أنه هي متمسكة به، هو بالمقابل تعامل ويا الواقع باعتبار هو رجل يكون واقعي، يعني فاختار حياته وشاف أنه، وهو قالها أخيرا أنه عيشي حياتك، اختاري ليش فسختي ليش كذا. هي ما تريد تعترف بأنه هي فشلت، يعني احنا كل الإنسان معرض أنه يمر بتجارب فاشلة بغض النظر عن نوع هذه التجربة، لكن هي بقت بهاي العقدة، بقت تطارد شبح هذا الشخص حتى بعد ما ارتبط واختار حياة أخرى. فهي لازم هم تشوف نفسها وتختار حياة ثانية، يعني هسه ما وصلوا مرحلة أنه زواج وطلقوا، حتى ممكن يقول بها مجال واحد يراجع نفسه وتعيد علاقتهم. هم من الأساس ما كان بيناتهم علاقة صحيحة وسليمة 100%، فخلص يعني هو يختلف عنه وهي تختلف عنه، والدليل أنه كل واحد اختار طريقه، ما حاول أنه يوقف بوجه أهله ويفرض إرادته، فهو اختار حياته، فلازم هي تختار حياتها، تختار شخص مثل ما صادفت شخصين كان ممكن تعيش وياهم حياة سعيدة، بإمكانها أنه تعيش حياة سعيدة بس بعد ما تراجع نفسها وتتخلص من هذا الإحساس بداخلها، يعني هذا الشبح اللي يعيش بداخلها لهذا الشخص مو حقيقي، هذا يعني مرض أكثر من مثل ما يقولون شيء إيجابي، يعني أنا اللي أعرفه أنه المشاعر الحب الاحترام هاي كلها مشاعر تولد طاقة إيجابية عند الشخص تخليه يختار صح، تخليه يعيش بطريقة جميلة، لكن أنه تسبب لها كل هاي المشاكل، هاي لازم تعترف أنه هاي مو علاقة سوية. وما جزت آني وراها، ظليتها ماتين أخابر لأنه تلفوني نفس الرقم وهو ابن عمي نفس الرقم، خابرته قلت له ترى أني ها شلونك شو أخبارك تزوجتي ما أدري شنو هالحكي، قلت له ترى هو ما لمس شعره من يمي وحان طلقت شهر وطلقت لعلمك، ومثلك أنت تزوجت وراح يصير عندك طفل وأنت عايش حياتك، بس أنا ما قدرت أطلع وأني بعدني أحبك وكل شيء، بس ما فادي وياه. قال لي شوف حياتي، شوف انت ليش ما اعطيتي فرصه، وحرامات هذا الولد ضيعتي، وهي ظل يوم يلوم بي. قلت له يعني انا شو احكي لك وانت ايش جاي تحكي لي؟ قال لي اي انت خربتي حياتك عادي ابدي. قلت له يعني شوف كل سهوله، يعني بعد فقدت الامل من يمه، غيرت تليفوني وبديت حياه ثانيه، يعني ظليت اشتغل بعد التخرج. هنا الحقوق راح تعتبر كالزوجة المدخول بها، تاخذ كل الحقوق، تاخذ مهرها المؤجل والمعجل، واذا هو طلقها هنا راح يكون متعسف بحق الطلاق، راح تستحق حتى الطلاق التعسفي، ومهرها مقرر بالذهب. انا ما اقدر اقول يعني الاقارب، يعني بالمطلق انه زواج الاقارب مو صحيح او بالعكس، هي تبقى تربية الاهل، تنشئتهم لأولادهم بطريقة صحيحة، بغض النظر أبعد عنهم هذا التفكير أنه بعتهم أطفال وأفكر لهم بالمستقبل، أخطط لهم راح يتزوجون منه وش راح يسوون بالمستقبل، المستقبل بعلم الغيب. فأقول التربية الصحيحة هي اللي راح تخلي الطرفين سواء كان رجل أو امرأة يختار بشكل صحيح، بغض النظر عن كون الاختيار عن طريق يعني يختار أقاربه أو شخص غريب عنه أو زميل عمل أو زميل دراسة، هذا ما راح يأثر على الموضوع بقدر ما التنشئة الصحيحة للأبناء. والتهيت بشغلي وهاي وبديت شوي شوي يعني أحاول أنسى الموضوع، صح أني أتأذى وأتمرض وحتى ما أنام الليل،
ورحت للدكتورة اعطتني علاجات انه حتى اقدر اهدى تهدي الاعصاب واقدر انام بالليل، يعني كل التفكير بالموضوع، التفكير باللي صار واشوف حياته. بس هي يعني هاي الدكتورة قالت لي انه بعد لا تسمعين اي خبر، وهماتي يعني وصت امي هاي انه ما يوصلون اخبار الي بحياته هو، وتغيرين شو اسمه حتى المواقع مالتها. يعني هاي مشكلة، انا حتى لو من غيرت مالتي الفيس اروح اتخلى من فيس ثاني اشوف شنو ينشر شنو، هاي لانه مسوي عام فينشر كل شيء. فهذا المرض هماتي يعني فظلوا يمسحون اي فيس عندي، اي شيء ايباد بتليفون، ظلوا وراي وراي اهلي خطية تعبه هواية، لحد ما انا بديت اتقبل الموضوع. بس انا ما ناسي ولا عمري راح انسى هذا اللي صار، وما متقبلة بعدني فكرة انه اتزوج، لانه هذا الموضوع هم يراد لشغل قاعد دكتورة حتى تبدين حياة جديدة، وانا باقي متابعة وياها. وهاي كل قصتي. الحب مو تملك، الحب احب انسان ادعمه اسنده اوقف وياه، هو مجرد بخيالي انا محافظ عليه، مو تعلق. التعلق هذا مو حب، هذا مرض، وبمر الوقت راح تفهم هذا الشيء، راح يصير عندك نفور من هذا الشخص. فلازم يكون درجة التعلق بدرجة بما تضمن لك حياة سعيدة، ما تنكد عليك حياتك من قوسين. لأن احنا اليوم هواي من الأزواج أن ينقدون على زوجاتهم أنه أنت لا تطلعين، أو العكس أنه أنت وين رحت، أنت وين جيت. هذا مو حب. الحب اليوم أنا شجعك أسندك أوقف وياك كل مستوى حياتك. أبعد هاي القوانين اللي تحاول تفصل بيناتهم وتخليهم، تخلي هذا الحاجز بين المرأة وبين الرجل، خصوصاً في مجتمعنا. يعني مجتمعنا بحاجة إلى مراجعة القوانين اللي تنظم حياة الأسرة، فلازم يعاد النظر بها، لأنه إحنا قاعد نعاني من مشاكل كثيرة في مجال العنف الأسري، في مجال الطلاق، زيادة حالات الطلاق، في مجال جنوح الأطفال والأحداث والمراهقين، الابتزاز الإلكتروني، كل هاي الأمور بحاجة أنه يعيد مجتمعنا أو مشرعنا النظر بها ويشرحها بشكل صحيح حتى نحافظ على نسيج العائلة مما يحصل حالياً.